سائل يسأل: في قريتنا مجموعة من الشباب يصلون والحمد لله، ولكن يجتمعون لتناول الطعام ثم يعقبه شرب شاي وبعضهم يدخن السجائر، فهل يصح هذا الفعل في المسجد؟ تناول الطعام في المسجد لا مانع منه ما لم يكن هناك تلويث له أو انبعاث رائحة كريهة بسببه، والذين يعتكفون في المساجد يتناولون طعامهم فيها، ويقدم الإفطار للصائمين في كثير من المساجد دون نكير ولا اعتراض. جاء في فتاوى الإمام النووي أن الأكل في المساجد جائز ولا يمنع منه، لكن ينبغي أن يبسط الآكل شيئا ويصون المسجد ويحترز من سقوط الفتات والفاكهة وغيرها في المسجد، وذلك فيما ليس له رائحة كريهة كالثوم والبصل وإلا كره. والتدخين في حد ذاته يتلخص حكمه في أنه حرام إن حصل منه ضرر كبير على الصحة والمال، وإلا كان مكروها، والأولى صرف ثمنه في مصارف الخير. ولما كان التدخين يؤذي غير المدخن برائحته، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، كان التدخين في المسجد بالذات مكروها بل أشد كراهة، كالثوم والبصل اللذين جاء النهي عن دخول من يأكلهما المسجد حتى لو حرم من ثواب صلاة الجماعة، كما رواه البخاري ومسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من يأكلهما ويأمر بنفيه إلى البقيع، وهو المقبرة التي يقبر فيها الأموات، كما رواه مسلم وغيره. فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، والمسجد ينبغي أن يصان عن كل خبيث، كما ينبغي أن نحرص على حضور الملائكة وهم ملائكة الرحمة، ففي ذلك خير كثير، والله أعلم.